السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاع عشائري في منطقة الكمالية شارع الجامع بعد خلاف على وجود جنابر أمام محل، ويسفر هذا الشجار عن 2 من القتلى و3 من الجرحى. النزاع كان بين عشيرتين، عشيرة شمر وعشيرة عقيل. طبعا هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر، بس ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مقتل شخصين وإصابة 3 بعد وضع بسيط بيع قرب أحد المنازل، وإذ أدت إلى نشوب نزاع بين عشيرتي شمر وعجيل، وتطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية شرق بغداد. وفق ما قال مصدر موثوق بأن القتيلين من عشيرة شمر كان قد تدخلا لإنهاء مشكلة بسبب وضع بسيط قرب منزل أحد أبناء عشيرة العجيل، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة. هم كانوا حابين إن هم يصلحوا الوضع ويفضوا الخناقة بين العشيرتين، عشيرة شمر وعشيرة عجيل، بس للأسف هم راحوا ضحية الشجار ده. ده كان الخبر بتاعي. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوش تدعوا لهم بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.